بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل شرح المحاضرة السادسة من محاضرات كورس الباور سيستم سويتش جير اند بروتكشن، واللي نتكلم فيها عن الهاي فولتج سيركت بريكرز. تكلمنا في الجزء السابق عن مقدمة ونظرة عامة على الهاي فولتج سيركت بريكرز، وفي هذا الجزء بنتعرف على أبرز وأشهر أنواع الهاي فولتج سيركت بريكرز، فبنتعرف على خصائص كل نوع بشكل مختصر، إضافة إلى أهم الأبليكيشنز ومستويات الفولتجز لكل نوع من هذه بريكرز. فمثل ما ذكرنا سابقا، الهاي فولتج سيركت بريكرز تصنف على أساس نوع الميديوم أو الوسط المستخدم لإخماد القوس الكهربائي. فعندنا هنا أويل سيركت بريكر، إير بلاست سيركت بريكر، فاكيوم سيركت بريكر، SF6 سيركت بريكر. بالنسبة للأرك إكستنشن ميديوم، هنا أويل، وهنا في الإير بلاست سيركت بريكر يكون الهواء مضغوط عند قيمة عالية توصل إلى 20 إلى 30 كيلو جرام لكل سنتيمتر تربيع، وهذا يساعد على زيادة معدل التبريد وبالتالي سرعة إطفاء الأرك. وطبعا هنا الفرق واضح بين الإير سيركت بريكر العادي المستخدم في نطاق اللو فولتج ليفل اللي كان فيه الميديوم هواء عادي عند قيمة الضغط الجوي الطبيعي، إضافة إلى أن أصلا مبدأ عمل اللو فولتج إير سيركت بريكر والهاي فولتج اير بلاست سيركت بريكر مختلف تماما. طيب عندنا هنا كوينشينج ميديوم فاكيوم، يعني مكان مفرغ من الهواء تماما، وهنا SF6 اللي هو غاز سادس فلوريد الكبريت. طيب بالنسبة لملخص الخصائص لكل نوع، الاويل سيركت بريكر تستخدم عادة في السيستمز اللي عندها الفولتج بين 3.6 كيلو فولت و 145 كيلو فولت، تعتبر احد اقدم انواع الهاي فولتج سيركت بريكرز. وطبعا الاويل عنده خاصية الارك كوينشينج افضل من الهواء العادي، وهذا النوع من البريكرز يحتاج الى صيانة دورية بشكل متكرر. فحاليا الاويل سيركت بريكر اصبح استخدامه قليل، وخاصة في مستويات الفولتج العالية ما يستخدم بكثرة، ووجوده فقط في السبستيشنز القديمة. اما الاير بلاست سيركت بريكرز فتستخدم في مستويات فولتجز اعلى تقريبا بين 245 كيلو فولت الى 1000 كيلو فولت، وقلنا ان الهواء يكون مضغوط الى قيمة ضغط عالية، ويفضل استخدامه في محطات الاكسترا هاي فولتج. ومثل الاويل سيركت بريكرز، الاير بلاست سيركت بريكرز صارت اوبسليت واصبح استخدامها نادر ومقصور على الاولد سبستيشنز. طيب بالنسبة للفاكيوم سيركت بريكرز فتستخدم عادة بين 3 كيلو فولت و 38 كيلو فولت، وغير مناسبة للاستخدام في السيستمز اللي فوق 38 كيلو فولت، والوسط اللي مغمورة فيه البريكر كونتاكتس يكون مكان مفرغ ولا يوجد هواء أبدا. ومن مميزاته أن صيانته سهلة، يستخدم حاليا بكثرة في مستوى الديستريبيوشن. أما النوع الأخير والأشهر والأكثر استخداما حاليا هو الـ SF6 Circuit Breaker، ويستخدم السيستمز إلى 765 كيلو فولت وحتى 1200 كيلو فولت. فغاز الـ SF6 عنده Excellent Dielectric و Arc Quenching Characteristics، ومن خصائص هذا الغاز أنه عديم الرائحة وعديم اللون، ويعتبر غاز خامل وغير سام وغير قابل للاشتعال عند الظروف الجوية الطبيعية. وهذا بريكر يعتبر أكثر الأنواع استخداما في الوقت الحالي. فإذا الأويل سيركت بريكرز والإير بلاست سيركت بريكرز كانت تستخدم سابقا وموجودة حاليا في السبستيشنز القديمة. أما في السبستيشنز الجديدة، الفاكيوم سيركت بريكرز والSF6 سيركت بريكرز هي الأكثر استخداما. هنا بعض أشكال الهاي فولتج سيركت بريكرز، هنا الأويل سيركت بريكر، الإير بلاست سيركت بريكر، الفاكيوم والSF6 سيركت بريكر. وطبعا كل نوع قد يكون له عدة أشكال، بمعنى مثلا الـ SF6 Circuit Breaker له عدة أشكال وليس بالضرورة أنه يكون دائما بهذا الشكل. طيب التوجه الحالي لاختيار الـ High Voltage Circuit Breakers بناء على الـ Voltage Level أقل من 1 كيلو فولت، يفضل استخدام الـ Air Circuit Breaker، وفي مستويات الـ Voltages اللي بين 3.6 كيلو فولت وحتى 12 كيلو فولت يفضل استخدام إما الفاكيوم سيركت بريكر أو الـ SF6 سيركت بريكر، وعند 36 كيلو فولت يفضل استخدام أويل سيركت بريكر، تحديدا النوع مينيمم أويل وفاكيوم سيركت بريكر و SF6 سيركت بريكر. أما في الفولتجز 145 كيلو فولت و 245 كيلو فولت، الأويل سيركت بريكر مينيمم أويل تايب
والSF6 سيركت بريكر نوع يسمى Outdoor Buffer Type، وعند قيم فولتجز أعلى مثل 420 كيلو فولت يفضل استخدام الSF6 سيركت بريكرز. طبعا هذه القيم وتوزيع الفولتجز بهذا الشكل تختلف من كتاب إلى كتاب، لكن هذا الاختلاف ما يكون كبير، وهذا التصنيف يعطي تصور ونظرة عامة على اختيار البريكر المناسب لكل مستوى للفولتج. فإذا هذه كانت نظرة عامة على أنواع الهاي فولتج سيركت بريكرز. في تفاصيل أخرى مثل مبدأ العمل والكونستركشن والأنواع الفرعية الخاصة بكل نوع وتفاصيل أخرى للمميزات والعيوب. في عدة كتب تكلمت عن هذه المواضيع بالتفصيل، من أشهرها كتاب Switch Gear Protection and Power Systems سونير راو، تكلم بالتفصيل عن هذه بريكرز، تقريبا كل نوع خصص له شابتر كامل في هذا الكتاب، إضافة إلى العديد من الكتب الأخرى اللي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل. فإذا بعد ما تعرفنا على الأوفر كارنت ديفايسز ابتداء من الفيوز ومرورا باللو فولتج سيركت بريكرز بأنواعها وحتى الهاي فولتج سيركت بريكرز، بنتكلم في المحاضرة القادمة بإذن الله عن نوع آخر من الأوفر كارنت ديفايسز تستخدم في تطبيقات معينة لتحسين الباور سيستم ريلايبيليتي اللي هو الريكلوزر.